أطباق متنوعة تعودت العائلات الجزائرية على تحضيرها خلال شهر رمضان، ليتغير النمط الغذائي المعتاد إلى إفطار قد يكون مليئا بالأطعمة الدسمة والسكريات. فكيف يتعامل الصائم مع هذا التغير في النمط الاستهلاكي خلال الشهر الفضيل؟ On évite trop gras, trop sucré, même في السهرة، on évite عفايس تاع برا، trop de قلب اللوز ولا، on n'a pas ça. ناكل حاجة خفيفة. ما كترش كما نقولوا الاخر باش نقدر كما نقول لك نروح نصلي تراويح وكذا منا، ومن بعد كي نجي مور تراويح ناكل عندك في النهار ندير شي رياضه حاجه خفيفه. الاضطرابات الهضمية، مشاكل صحية قد يتعرض لها الكثير بسبب الإفراط في وجبة الإفطار. ما لازمش ناكلوا كامل لي بلا على ضربة، لازم نخلوا فارق وقت بسيط تاع نص ساعة ولا ساعة ما بين الطبق الأول والطبق الثاني باش ما يكونش كاين عسر في الهضم وما يكونش انتفاخ، وخاصة الخمول اللي مال فين نشوفه. السكريات نحاولوا أننا نقلوا في الكمية تاعهم، خاصة الزلابية، قلب اللوز اكسيتيرا، وأننا نتفاداو ونتجنبوا استعمال السكر الأبيض، نغيروه نديروه في سكر التمر في بلاستو. ولأصحاب الأمراض المزمنة نصائح لصيام صحي وسليم. نحب خاصة نتكلم على اللي عندهم مرض السكري. الخطأ الأول اللي يديروا أنهم مباشرة كي يكسروا صيامهم مباشرة بالتمر، ديروا في بالكم اللي التمر يطلع السكر، عنده لاندكس غليسيميك تاعو إلي ترو بيلفي، طالع بزاف. ألوغ اللي عنده مرض السكري يقيس قبل نسبة السكر تاعو في الدم، إذا كان السكر تاعو حابط تحت 0.8 غرام في اللتر، هذاك الوقت يبدا بحبة واحدة يعني فاكهة اللي ما طلعش السكر بزاف. إذا كان لقى السكر تاعو طالع هذاك الوقت يتجنب انه يبدا بالفاكهه، يبدا اولا بالحساء ولا الشوربه ولا، من بعد باش ياكل الفاكهه، باش ماشي اذا كان السكر طالع راهو رايح يزيد يطلعو اكثر من هذاك الشيء. العنايه الغذائيه الصحيحه روتين يحفظ السلامه الصحية.